خدمة العملاء. ايه يا احمد، هو ما تكلمهمش ليه انت؟ لا يا عم، اصل انا مكسوف اكلمهم. طب انت يعني شايف ان انا مش هتكسف؟ انت حبيبي يا دولة. طب هما خدمة عملاء بتوع ايه؟ البنك يا عم. بص يا اسطى، اما تكلمهم هتقول لهم اسم انا، اوعى تغلط فيه، واديهم رقم البطاقة. طب ما تكلمهم انت يا عم. ها؟ بص يا اسطى، لو هتروح تشتري حاجة روح اشتريها، عشان ده لسه هيقول الاستلام على رصيد اضغط واحد، اللي مش عارف ايه الحسابات اضغط اتنين، لسه الموضوع مطول. ويقول لك ثانية ثانية اهرب، خد امسك. السلام عليكم يا فندم، معاك محمود من خدمة العملاء، ايه طلب حضرتك النهارده؟ ما ترد يا ابني، مالك؟ وعليكم السلام. انا اسمي دولة محمود محمد. يا ابني ايه اللي بتقوله ده؟ ده اسمه ولا اسمك؟ حضرتك مين فيكم اللي معاه المشكلة؟ هو ايه يا ابني اللي عملته ده؟ خلطت اسم على اسمك؟ انا مش عارف والله محمود، اول ما كلمنا حسيت ان ممسوك في كمين. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا دولة؟ اكلمهم ازاي تاني؟ يا عم خلاص متزعلش، رن عليهم اكلمهم تاني. ها؟